مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من سنه اولى. عايزه ارحب بكل مشاهدين برنامج سنه اولى النهارده، واخص اكتر الناس اللي بتحب الروح الحلوه، او الناس كمان اللي روحها حلوه، الناس اللي بتحب الطاقه الايجابيه. وانا هنا اقصد بالطاقه الايجابيه كل حاجه في حياتنا عامه. ليه؟ لان الناس اللي عندها طاقه ايجابيه هي بجد ناس بتبسطنا في حياتنا. مش الطاقه الايجابيه اقصد انها قاعده بتضحك وبتهزر وبتنبسط وكده، لا، الطاقه الايجابيه دي ليها معاني كبيره جدا وليها توسعات مختلفه. خلوني اديكوا كده مثال صغير جدا، انه مثلا لو اتنين اصدقاء اتخانقوا مع بعض، او اتنين في علاقه اتخانقوا مع بعض، او حتى اتنين مع بعض في نفس العيله، تلاقي كده الشخص اللي دايما عنده نوايا خبيثة، او الشخص اللي دايما بيهاجم، او الشخص اللي دايما مش بيتقبل ان الحياة ممكن تكون حلوة، تلاقي شخص دايما بيدي شك، بيدي كلام تقيل، بيدي تصرفات غير منطقية، بيدي بقى أبعاد للمواقف مش صحيحة. ولكن الإنسان اللي عنده طاقة إيجابية هنا مش اللي بيضحك ويهزر ويقول نكت، لا، بياخد الموقف أو بيشوف الموقف من زاوية مختلفة، اللي هو إزاي؟ اللي هو إحنا كلنا بنغلط، إحنا اتخانقنا بس دي مش نهاية العالم، إحنا حصل بينا موقف شديد وكبير وما ينفعش إنه يعدي، ولكن آخد الجانب المنور في الموضوع، انه مثلا ممكن احنا نكون اتعلمنا، ممكن احنا مثلا نكون ما عديناش بموقف زي ده قبل كده، فالموقف ده هيطلع مننا شخصيه اكبر، الموقف ده هيطلع مننا شخصيات مختلفه. دي الناس اللي عندها طاقه ايجابيه. مش الطاقه الايجابيه بقى اللي هو انت بتديني طاقه سلبيه وانت مش عارف ايه ولازم نضحك ونهزر وطول الوقت نقول نكت في وش بعض، لا، لازم تفهموا المعنى الحقيقي للطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، ويعني ايه تقعد في مكان تقعد تقول انا لما بشوف الانسان ده طاقته ما بتجيش معايا، لما بشوف الانسان ده بيديني طاقه سلبيه فظيعه. فعلا في طاقه سلبيه بتيجي عن طريق الحسد، في طاقه سلبيه بتيجي عن طريق الحقد، في طاقه سلبيه بتيجي عن طريق الكذب، في طاقه سلبيه بتيجي عن طرق مختلفه كتيره جدا. مش الانسان اللي قاعد ساكت وهادي وفي حاله هو ده اللي بيديني طاقه سلبيه، بالعكس، ممكن يكون انسان قاعد وهادي وساكت ولكن مخه كبير، بيوزن الكلمه قبل ما بيقولها، لما بيتكلم كلام كويس. عشان الموضوع ده ليه بقى طرق كتير وحاجات ازاي نتعامل معاها، وازاي نتعامل مع الناس اللي بتاخد من طاقتنا، وبنلاقي نفسنا مش عارفين احنا نتعامل لا في شغلنا ولا نتعامل في حياتنا، وده بيأثر علينا لدرجة ان احنا ممكن ندخل في حالة اكتئاب او قلق او توتر. عشان كده معايا النهاردة متخصص دكتور محمد الفايد، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، هيتكلم معانا بكل التفاصيل ونسأله كل حاجة احنا عايزينها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ منورين. ميرسي يا دكتور، حضرتك اللي منورنا. ربنا يبارك. دكتور، دايما الناس بتبقى فاكره ان الطاقه الايجابيه هو ان انا اضحك واهزر واعمل نكت في المكان، ما يعرفوش ان الطاقه الايجابيه دي ليها ابعاد مختلفه تماما. ممكن حضرتك تكلمني عنها؟ طبعا. هي الطاقه الايجابيه بتشمل كل القيم الانسانيه اللي في حياتنا. يعني لما بنقول كده ايه الفرق بين الشخص اللي عنده طاقه ايجابيه والشخص اللي عنده طاقه سلبيه، هلاقي دايما الشخص الإيجابي هو شخص فعال، عنده طاقة كبيرة من التسامح ومن الرضا ومن التفاؤل ومن حاجات كتير قوي. بينما الشخص السلبي أو اللي هو زي ما انت قلتي كده في المقدمة، دايما بتلاقيه هو اللي بينشر الطاقة السلبية. مزبوط. دي كده هتلاقيه على طول متشائم، محبط، كل ما نيجي نتكلم معاه في اي حاجه يقول لا ما ينفعش، لا عمره ما هيحصل، مش هينفع، انت مش شايف الظروف ايه، انت مش شايف البلد عامله ازاي كده على طول، ودايما شكوى بيشتكي من كل حاجه، بيشتكي من البيت وبيشتكي من الشغل وبيشتكي من اصحابه وبيشتكي من الفلوس وكل حاجه. فده بيبقى كانه كده كتله طاقه سلبيه متحركه. وبرده هي الطاقه الايجابيه مش مقتصره على ان انا طالما طاقة ايجابية فانا هبقى ماشي عامل كده، او يعني مظبوط، لا، هو مفيش حاجة اسمها كده. يعني هي الفكرة في التوازن. يعني الحياة فيها تحديات كتير، اكيد كل يوم بيقابلنا، زي ما بيقابلنا مواقف كويسة بيقابلنا مواقف سلبية، او بيقابلنا مواقف كده. هي الفكرة ان انا ازاي اقدر اتعامل مع المواقف دي، وازاي يبقى عندي مرونة، وازاي يبقى عندي وعي. هي دي الطاقة الايجابية. والعكس صحيح، ان انا ابقى من اقل حاجه يوم يتقفل وابقى حاسس ان انا حتى في الشغل انا شاكك في الشغل، دول مش عارف بيحاربوني، دول عايزين ياذوني، دول مش عارف بيتكلموا عليا، دول مش عارف ايه، دايما عايش في قوقعه كده. بالظبط، هو لابس نظاره شايف كده. هي دي الفكره بين الايجابيه والسلبيه. مش معناها السلبيه حزن والايجابيه سعاده، مظبوط، اكتر ما هي حاله من الاتزان، التوازن، بالظبط، الاتزان النفسي. بالظبط كده، بالظبط.
طب دكتور، حضرتك قلت كلمة حلوة قوي في الأول، قلت إن الطاقة الإيجابية دي هو الإنسان القادر على التسامح، القادر على إن هو يعدي المواقف، يعني إيه الجملة دي؟ كتير يعني أنا حتى بشوف من الناس اللي كانوا بيجولي أو يعني بقابلهم في السيشنز كتير، كان مشكلتهم دايما إن هم إيه؟ إن هم بيكتموا مشاعر سلبية كتير جواهم، يعني بيعدوا بموقف واتنين وتلاتة، سنة واتنين وتلاتة وعشرة، وكل ده بيكتموا المشاعر السلبية لغاية لما توصل لمرحلة ان هم خلاص بقت الدنيا سودة في حياتهم، بقوا من اقل حاجة بيعيطوا، بقوا مش مستحملين اي كلمة، بقوا معصبيين لدرجة كبيرة جدا. هم الاشخاص دول في حد ذاتهم هم كانوا اشخاص جمال، يعني هم كشخصية هم البذرة ما كويسة. عندهمش ما عندهمش مشكلة، بس الطاقات السلبية اللي اتخزنت على مدار سنة السنين واتنين وتلاتة وعشرة هي اللي خلتهم تكون كده. عشان كده دايما بقولك طلعي دايما اللي جواكي، عبري مظبوط. عن اللي جواكي، احكي، اتكلمي، ما تكتميش جواكي. ده على فكرة بيكون سبب معظم الأمراض اللي بتجيلنا، حتى الأمراض الجسدية، يعني بنسميها في حاجة اسمها سايكوسوماتيك اللي هي الأمراض، الأعراض الجسدية النفسية. فهي سببها في الأصل نفسي، بس لما بتتراكم كتير قوي بتبتدي تديني أعراض لجسمي، كتير بقى، ونروح نعمل أشعة وتحاليل ونلف كتير وفي ناس بتوصل معاها المرحلة بقى من القلق والتوتر في جسمها، إن هي عندها القلب، إنها مش عارفة عندها السكر، إنها إيه، وهي مش قادرة تفهم أصلا إن كل دي طاقات متخزنة، طاقات حزن وطاقات سلبية متخزنة جوه جسمها بالظبط. ومع تراكم الشحنات دي بقى بيبقى باب فعلا لأمراض صحية للدكاترة. مظبوط. كتير جدا، أشهرهم مرض اسمه فيبروماليجيا. فيبروماليجيا ده ممكن يبقى يعني حد يقعد يلف عند دكاترة كتير قوي ويوصلوا ان هم ممكن ياخدوا عينة من الماسلز بتاعه وما يلاقوش عنده حاجة. ليه؟ كل الفكرة ان هو بيجيله اوجاع متفرقة في متفرقة الجسم في المكان في أماكن وملهاش مختلفة. سبب، ويقعد يكشف كتير قوي لغاية لما يجي دكتور غالبا روماتويد يقول له انت اللي عندك ده اسمه فيبروماليجيا وده محتاج علاج نفسي. والعلاج هنا بيبقى تغيير نمط الحياة والفكر، ده غير نمط الفكر، يعني لان أهم حاجة صحتنا النفسية عشان خاطر هي بتأثر على كل حاجة. بالظبط لما احنا بيحصل لنا مشاكل كتير وضغوطات وستريس وحاجات في حياتنا كتير، العقل ممكن مع الوقت ينساها، بس الجسم بيحتفظ بالشحنات دي صح. فتظهر بعد كده في صورة. بس احنا هناخد سمية وهرجع اكمل تاني مع يلا حضرتك. بينا. اهلا بيكي يا سمية. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. معلش يعني انا ممكن معلش هطول عليكم شوية. اتفضلي. وانا صغيرة، انا الثالثة في اخواتي، احنا 4 بنات وفي ولدين توأم جه في الاخر. تمام. كان دايما في تفرقة ما بيننا، وبالاخص انا يعني اختي الكبيره، لان هي الكبيره كانت اول فرحتهم، واللي من بعديها غلبانه خالص، والصغيره دي كانت اخر العنقود، لان التوأم جم وهي كبيره يعني جاي بعد فتره. فكنت انا يعني عارفه انت الجحش القصير بتاع البيت، بمعنى انا اللي بتضرب، بتشتم على اقل حاجه وعلى اتفه حاجه، وممكن حد من اخواتي يعمل حاجه وانا اعمل زيها، هما ما يتعاقبوش انا اللي اتعاقب. كان دايما ضرب ضرب ضرب، لدرجه ان مامتي كانت بتقعد تضربني وتقعد تقنق فيا وتقول لي موتي انا مش عايزاكي. فدلوقتي انا دلوقتي معايا ولدين، معايا بنت وولد. انا ابني الكبير عنده 7 سنين، عنده كهرباء زياده وبيجيله ضربات صرع، بس انا ربنا غصب يشفيك. عني بمارس معاه العنف اللي انا شفته. وبنتي انا برضو غصب عني بديها كل اللي انا كنت محتاجاه في الوقت ده، كل اللي انا كان ناقصني في الوقت ده. انا مش عارفه اسيطر على نفسي، انا مش عارفه، انا حاسه ان انا جوايا طاقه سلبيه كبيره جدا، انا مش عارفه اطلعها ازاي، مش عارفه اخرجها ازاي. انا مش عايزه امد ايدي على ابني، مش عايزه، انا مش انا حاسه ان انا يعني لما بيعمل اقل حاجه ابسط حاجه انا بكون متعصبه جدا جواكي غصب. تراكمات. طب دكتور محمد، يعني الحاله دي ممكن ان هي تتصرف ازاي، او ازاي تسيطر على نفسها انها ما تمارسش نفس اللي هي عاشته لاولادها؟ زي ما كنا بنقول بالظبط، هي ايه اللي حصل لها من وهي صغيره؟ هي بتقول ايه؟ ان انا كان بيضربوني وانا صغيره خلاص، فطلعت هي محمله بكم شحنات كتير جدا.
لما امتى يبتدي في رد فعل؟ اول ما تحطي الانسان تحت ضغط. فهي ما حستش بكده غير لما بقى اوريدي هي عندها اولاد، والاولاد اكيد بيعملوا لنا ستريس أكيد ومسؤوليات وحاجات زي كده. فاحنا للاسف احنا مش بنضربهم من باب ان احنا عشان نعلمهم، او عشان احنا اصلا ضد الضرب بكل اشكاله لأنه عنف، لأنه في تحت التربيه عنف. كلها، احنا ضد الضرب. بس احنا اصلا ما بنعملش كده الا بس عشان احنا بنطلع عصبيتنا عليهم. يعني انا مش قادر اسيطر على اعصابي وخلاص مضغوط قوي وستريس، الله اعلم بقى هي مثلا ممكن تكون بتشتغل، ممكن جوزها يكون برضه هو سلوكه معاها في البيت مش مش أحسن كويس او حاجة. مش احسن حاجه، او بيتخانقوا كتير او كده، فهي عيني بتبقى واصله لمرحله ان هي مش قادره تستحمل. فمين اللي قدامها تطلع فيها الحاجات دي؟ هم ولادها للاسف، وهم اللي بيدفعوا الضريبه، هم اللي هيطلعوا ضحايا زي ما هي طلعت ضحيه برضه لمثل هذه الممارسات اللي فيها عنف. طب الحل هي تتصرف ازاي؟ الحل هي تبدأ من نفسها، المشكلة دي عندها هي مش عند ولادها، المشكلة ان هي محتاجة تبتدي تفرغ العصبية. ده تمارين كتير قوي بقى احنا بننصح بيها. يعني اول حاجة انصحها بيها اقول لها حاولي تطلعي كل المخزون، هاتي كده ورقة وقلم، هاتي اجندة جديدة واكتبي كل الحاجات اللي مضايقاكي واللي معصباكي طلعيها عليها، فرغي ده. طبعا هي لو جات استشارة او استشارة حد متخصص يكون افضل، لانه بيساعدها لأن ستة بشكل تتخلص من كل التراكمات اللي عندها. حاجات اكتر. في تدريبات كتير قوي زي المديتيشن احنا بننصح بيها، اللي تخليني كده التأمل. انواع من التأمل تخليني ان انا افرغ الطاقة السلبية اللي جوايا، في ان انا امارس حاجة انا بحبها، حتى لو انا مش بشتغل حاجة في البيت، حاجة اي هواية، ان انا اطلع العب اي جيم او اي رياضة اطلع في طاقتي. في مصادر كتير واوجه كتير جدا جدا لتفريغ الطاقة، بس هي الفكرة ان ده يعني لازم يبقى عندنا وعي ان احنا عندنا مشكلة ومقتنعين ان المشكلة دي من عندنا ولازم نتحرك ليها. لان للأسف في ناس كتير قوي بيفتكروا ان هم يا عيني المظلومين، وان هم اوكي ممكن تكون انت تعرضت لحاجات كتير هي اللي بس ما خليتك تظلمش كده، غيرك. بس في الاخر دي مسؤوليتك انت بالظبط. ولازم انت اللي تتحرك ليها. فعشان كده احنا بننصح الناس ان هم يتبعوا في برامج كتير جدا للتأهيل النفسي والدعم النفسي، وفي متخصصين كتير ممكن يعني نرجع ليهم لو احنا مش قادرين نعمل ده، مع ان الموضوع يعني سهل وبسيط جدا، وفي حاجات حتى على النت كتير جدا من في طرق تدريبات. كتير ان انت تقدري تتخلصي من ده يا سمية. طيب هناخد فيروز. اهلا بيكي يا فيروز. اهلا بيكم. الاول احب اهنيكم على البرنامج الجميل ده، شكرا. وحقيقي الحلقه حلوه قوي شكرا ليكي يا وبتمسنا كلنا يعني. شكرا ليكي يا واحب فيروز. ارحب بدكتور محمد برضو. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دلوقتي انا عندي مشكله ان انا كنت بعاني من تروما الفقر. يعني انا من حوالي 9 سنين بابايا توفى، فانا كنت قريبه ربنا منه يرحمه. جدا جدا. الموضوع ده عمل لي مشاكل نفسية رهيبة، وبالتالي أثر عليا جسمانيا جدا. يعني أنا اتشخصت فايبروماليجيا، وللأسف الدكاترة قعدوا معايا في الأدوية كتير، يعني ما قالوليش محتاجة علاج نفسي. قعدت بقى أعاقب أدوية كانت بتنيمني تماما، بتفصلني، ما بقدرش أعمل الحاجات الطبيعية اللي أنا بعملها في خلال يومي. ده اثر عليا جدا. بلس ان برضو الكلام المشبط اللي بنسمعه، انا عارفه طبعا كلنا مؤمنين بالقضاء والقدر، أكيد واكيد كل حاجه بتحصل ليها حكمه من ربنا، بس أكيد. احنا لما بنسقط حد عزيز علينا احنا ما بنبقاش قادرين نشوف في الوقت ده كل الكلام اللي الناس بيقولوه لنا، مش وبنعكس بنكون الكلام عايزين نسمع الحكمه. يعني احنا في بالظبط. وقت محتاجين طبطبه، مش عايزين حكمه. انا فاهماكي ايوه، اللي جدا. هو انا موجوعه، فانا مش قادره افكر راشنال، مش قادره افكر بعقلانيه. صح. فالكلام ده كله اثر عليا جدا. حتى وقتنا هذا يمكن عدى 9 سنين، بس حتى الان انا نفسيا يعني مأذية جدا. ازاي اقدر اخرج بره الحاله دي؟ اتفضل يا دكتور. تمام. هو طبعا الفراق صعب، وخصوصا يعني ان احنا نكون متعلقين بالشخص ده جدا، وخصوصا لو كان الاب كمان. يعني دايما وانا سمعت سؤال زي ده كتير قوي، بيحصل صدمة كده بعد وفاة الاب، خصوصا للناس اللي كانوا او الاولاد اللي كانوا متعلقين جدا بباباهم، لان هو كان مصدر العطف الأمان، والحنية والامان. على فكرة حط تحت كلمة أمان دي كمان خطوط مية كبيرة خط جدا. صح. 100 خط. فتخيلي إن كل الحاجة دي فجأة كده بتفقدها. أخدها منك، صح. فبحس إن أنا نفسي بحس إن أنا أماني مهدد، خصوصا الأب، لأن الأب هو الظهر، هو هو العزوة، هو السند. صح. السند.
فطبعا اكيد الفراق صعب، ولكن لازم اعرف ان انا كمان ليا دور في الحياة، ولازم اكون قد الدور ده، وانا كمان هيبقى عندي اولاد، يعني محتاجينك. انا كمان هكون مصدر الدعم للاخرين. خلاص الصدمة، حتى في عندنا حاجة اسمها اضطراب ما بعد الصدمة، يعني في صدمات بتحصل كتير، تفقدي حد من ولادك مثلا، تفقدي بابا، افقد حاجة عزيزة عليا ايا كان بقى، بيحصل حالة كده كأني ايه، حصل لي تحويلة ما رجعتش تاني زي الاول، يعني تلاقيني ما بقتش عارف تاني أرجع استمتع أنا وأرجع بحياتي شخصيتي وارجع تاني. بشخصيتي تاني، وما بقتش عارف اشتغل، وما بقتش وبقيت منطوي، يعني بيحصل له علامات كتير جدا عكس شخصيته الحقيقية. عكس شخصيته الحياة تماما، كأنه كان حاجة وصحي بقى حاجة تانية بسبب بس موقف زي ده. ففعلا يعني انا حاسس باللي بيحس بالموقف ده قد ايه بيكون صعب. لكن خلينا نقول بقى، طب ايه الحلول ان انا اطلع من الحالة دي ازاي؟ اول حاجة ان انا لازم اعرف ان في ربنا، وهو ده سندنا وظهرنا الحقيقي، وان احنا كلنا في الحياة دي رحلة. صح، خلاص، وطبيعي ان انا دوري، ربنا قال لي ان انا ليا دور وليا مسؤولية في الحياة ولازم اكون قدها. وزي ما قلنا في اول حلقة، الحياة مش كلها يعني طاقة الحياة بقى إيجابية لونها ومش وردي كلها فرح وامشي عامل صح كده، وفي نفس الوقت اكيد مش عايزك تكون كلها مكتئب حزن. صح، ومنطوي وكده، انا عايزك تكون متزن، مظبوط، شايف ده وشايف ده وقادر ان انت تتعامل معاه، ودي في الحياة بتحتاج مرونة وتدريب كتير. فهي القضية هنا بتاعت قضية ان انا جالي صدمة او ان انا فقدت حد عزيز عليا او كده، بتحصل تقريبا مع كل الناس، مين فينا ما بيحصلوش موقف شبه دنيا ده؟ فلازم ان انا استعين بربنا، وربنا دايما احنا بنقول لهم ربنا يصبركم، لان اكيد الفراق صعب، بس اكيد كمان في حاجات حلوة تحصل، ان انا ممكن اعمل له حاجات بقى تفيده هو، في ان انا اطلع له صدقة، ادعي له. ان انا ادعي له، ان انا يعني في حاجات كتير جدا طبعا في الدين بقى، يعني ربنا يرحمه ويصبر ان شاء قلبك ان الله. شاء الله. طيب ناخد معانا اسماء على التليفون. اسماء، ايوه، اهلا بيكي، اهلا بيكي. اتفضلي. انا دلوقتي يعني انا عايزه احكي دي حاجه يعني حصلت لي وانا متعقده منها دلوقتي. اتفضلي. ايه يعني هي؟ وانا صغيره امي اتطلقت بدري، تمام، وانا صغيره، وبعدين ابويا اتجوز واحدة دخلت على أمي طلقتها. بعد كده بعد ما أمي اتطلقت خدت بعضها ومشيت، كانت معاملتها وحشة معايا. بعد كده أبويا اتجوز واحدة تانية كانت معاملتها أوحش، وبعد كده اتجوز واحدة تالتة برضو كانت معاملتها أوحش. طبيعي دلوقتي أبويا قاعد لوحده وحالته وحشة، وبعدين وليا أخواتي جدعين حالتهم وحشة قوي. دلوقتي أنا متجوزة، وأمي دي كانت على نفسها قوي، ما كانتش تعرف حاجة في الدنيا، ولا كانت تعرف إزاي تحافظ على بيتها ولا على جوزها، كانت بتغير على جوزها كده. فأنا دلوقتي ما اتجوزت، بقيت بخير على جوزي، بقيت بحاول أحوط عليه. لو زهقت من حاجة عايزة أتطلق، بس خايفة أقول عشان خاطر خايفة على ابني إنه يشوف مرات أبوه، يشوف واحدة تانية تخش عليه تعمل وحشة. يعني بحاول على بيتي زيادة، حاسة بتحوطي على بيتك زيادة عشان خايفة اللي حصل فيك يحصل مع أولادك تاني، صح كده يا أسماء؟ تمام. خايفة اللي يحصل، خايفة دلوقتي الدكتور هيرد عليكي خايفة اللي وهيقولك حصل يعني معايا الحل. يحصل في ابني. الدكتور دلوقتي هيرد عليكي ويقول لك الحل الوسط، عشان اكيد لا القفله الزياده دي صح، لا عليكي ولا على جوزك ولا على اولادك، ولا الانفتاح الزياده صح. ان بس في حتت ما سمعتهاش كويس. هي بتقول لحضرتك ان هي يعني والدها طلق والدتها وهي صغيره، وبعدين اتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه، وهي كل واحده فيهم بتيجي بتعاملها وحش، فهي حصلت لها زي تروما ان هي اتعاملت وحش كتير قوي، وما عادتش مع مامتها فتره كبيره. فلما اتجوزت وخلفت دلوقتي هي محوطه على جوزها زياده عن اللزوم، ومش مدياله اي مساحه عشان خايفه ان جوزها حد يشوفه او يرتبط بحد غيرها. دايما في علم النفس يقولك ايه، المخ بيبني على اخر تجربة.
فهي عاشت حياة فيها خلينا نقول تفكك أسري، فيها تعدد زوجات، احتكت بكذا يعني زي ما بنقول زوجة أب، فده خلاها، ده بيحصل بقى كتير قوي خصوصا لو مع البنت كمان أكتر من الولد، وهي عاشت ده في طفولتها. إيه اللي بيبرمج في عقلها الباطن؟ إن هي يا هتبقى قلقانة إن هي تتجوز، أو خايفة إن ممكن جوزها يتجوز عليها أو يخونها أو يسيبها أو كده، فتوصل لدرجة إن هي ممكن ترفض إن هي تتجوز أو تتأخر في الجواز. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو اتجوزت هتبقى دايما هي عندها زي وسواس كده، عمال ممكن جوزها يبقى كويس جدا بس ده هيتجوز عليك، ده هيسيبك، ده مش ده هيكمل هيسيبك، معاكي، ده صح؟ مش عارف ايه، وبالتالي هتوجه كل طاقتها وتركيزها. يقولك هنا الطاقة حيث التركيز، يعني شوف انت مركزة على ايه. لو انا ركزت ان انا هشوف في جوزي مثلا حاجة سلبية، او ان هو ممكن يكون مش عارف بيكلم مين او يعرف مين وهيسيبني، هو ده اللي انا هشوفه فعلا في الواقع حسب قانون الجذب. انا جذبت الفكرة دي لنفسي، فهفضل ان انا بفكر بنفس بنفس التفكير بنفس النمط، فكل اللي هيجي لي هيجي لي على نفس بنفس الفكرة. الطريق لغاية لما ممكن فعلا هم يتخانقوا. يعني ممكن فكرة زي دي تكون كفيلة ان هي تهد البيت، ان انا دايما شاكة فيك، وان انا دايما مش معنيه لك، وان انا بس انا يا دكتور في حاجة يعني خدت بالي منها من الثلاث مكالمات اللي جولنا دلوقتي، ايوه ان معظم المشاكل بدأت من الأسرة، ايوه يعني كلها المشاكل بادئة من الأسرة، من الأم والأب. طبعا، لان اصلا هو اي حد بيشتكي من اي حاجه، اي حاجه هو حاسس بيها، دايما بنرجع للطفوله. هو طفولته كانت عامله ازاي؟ لان دي كانت المرحله اللي برمجت عقله وشخصيته صح. ونفسيته. فدايما احنا لما بيجي لنا حتى ناس في جلسات، انا دايما برجع للطفوله. فالطفوله كانت فين؟ والتربيه كانت شكلها ايه؟ والبيت كلامك كان صح، عامل ازاي؟ كلامك فدايما صح. هو فعلا لب الموضوع هو الاسره والمحيط الاجتماعي. يعني في شوية حاجات كده هي دي اللي أثرت، لأن الطفل لما بيتم مثلا 7 سنين بتكون برمجته اتكونت بنسبة 90%. يعني أي حاجة بتسمعيها دلوقتي وأي شيء هي سببها أول 7 سنين في حياته، تخيلي بنسبة 90%. صح. ما انا خدت بالي من المكالمات دي بجد. يعني دكتور محمد انا بشكر حضرتك جدا ميرسي جدا، كنت جدا. اتمنى ان الفقره تطول اكتر من كده، لان انا شخصيا استفدت. يعني انا قاعده بسمع، انا مش قاعده هنا ربنا كمذيعه يكرمك. حاليا، قاعده بسمع وبراجع يعني نفسي في بعض التصرفات وبعض الكلام بعد ما سمعت المكالمات دي. فحقيقه حقيقي بشكرك جدا يا دكتور أنا محمد. كمان كنت سعيد إن أنا معاك ميرسي جدا النهارده دكتور بجد. محمد. عايزه اقول حاجه لكل راجل وست بيتفرجوا عليا، لكل ام واب، ولنفسي قبلكم على فكره. انا دايما قبل ما بقول اي نصيحه بحب اقولها لنفسي واسمعها لنفسي، عشان بس ما حدش يقعد يقول دي بتطلع تتفزلك علينا وتقول كلام. لا، مش هقول للراجل انت الفرعون وانت ما فيش زيك، ومش هقول للست اتطلقي وانت، انا مش هقول الكلام ده كله. انا هقول كلمه بعد الفقره دي، انه فعلا احنا، انا كأم وانت كأب وانت كزوج وانت كزوجه، انتوا هتكونوا سبب في عقد نفسية للأطفال اللي بتكبر وبتقابل العالم الخارجي، اللي هو شغل، اللي هو حياة، اللي هو بيت، اللي هو أسرة، اللي هو أطفال تانية. فلازم كلنا نحسن تصرفاتنا، تربيتنا. اللي غلطان في حاجة يراجع نفسه، عمر ما كان ده عيب أبدا. لازم نراجع حاجات كتير قوي، عشان إحنا بنربي أجيال، الأجيال دي بتطلع صدقوني بيحصل كوارث وسواد وحقد ونفسنا. أنت نفسك هتقول هو ده ابني؟ هو ده بنتي؟ ازاي؟ فعلا كل حاجه سببها الاسره، سببها الاسره. فلازم نبطل كبرياء ونبطل حاجات هتدمر جيل وهتدمر مستقبل. الكلام ليا قبل ما يكون ليكي، قبل ما يكون ليك. الفكره هنا مش ان انت تبقى الراجل السيد ولا انت الست اللي ما ينفعش تقلك كلمه، كلنا بنغلط. المهم ان احنا في الاول وفي الاخر نعمل اسره سليمه. حقيقي انا استفدت جدا جدا من الفقره دي، واتمنى ان انتوا كمان تكونوا استفدتوا. خلوني اطلع فاصل سريع وارجع لكم تاني. Thank you.